مساء الخير وحلقة جديدة من جسركم، جسر التواصل وجسر التقارب بيننا وبين بعض، وخاصة في هذه الظروف وهذه الحقبة من الزمن، زمن الكورونا. ما زال حتى اليوم، النهاردة الحلقة من نيويورك مباشرة الساعة 9 مساء بتوقيت نيويورك يوم 26 مارس، وأصبح المصابين بهذا الفيروس في أمريكا أعلى من الصين وأعلى من إيطاليا وأعلى من الدول العالم كلها. هذا الفيروس اللعين اللي شغل الناس كلها لحد دلوقتي احنا مش فاهمينه، يعني من المشرق للمغرب ما سابش حد. يعني هذا العدو الغير مرئي يعلم الله ما هو، يعني احنا مش عارفين ايه هو بالضبط، ولكن سخر كل أجهزة الدول، أجهزة العالم كله، سخر كل السياسيين والاقتصاديين وكل من يعمل في أي منحة من مناحي الحياة، بل وسخر البشر أجمع، بشر اللي على الكرة الأرضية اللي يتقربوا من 8 بليون نسمة، كلهم مهتمين بهذا الفيروس، كلهم مهتمين، كلهم بيحاولوا يشوفوا علاج، كلهم بيحتموا من هذا العدو اللعين الغير مرئي. فطبعا شيء غريب، شيء صعب، شيء احنا محدش يمكن عايش على في الكرة الأرضية حاليا دلوقتي يتذكر أي حاجة مشابهة له قبل كده. ولكن هذا الفيروس علمنا أشياء وما زلنا بنتعلم، ويمكن انا بقول الكلام ده وناس كتير بتقوله، ان هو ما فرقش بين الناس، ما فرقش بين الغني والفقير، الكبير والصغير، المريض واللي عنده صحة، الجنسية، اللون، العرق، ما عندوش باسبور، الحدود اللي حصلت في العالم كله بين الدول دي لا يعترف بيها، فهو يخترق الى كل مكان في العالم. فده يمكن له حكمة هنتكلم فيها بعدين، بعد ما هذه الفترة تعدي. العائلات والناس اللي تفرقوا والدنيا شغلتنا وبقينا ناكل ونشرب ولا اهتمام بالصحة ولا اهتمام بأي حاجة، بدأنا نصحى، بدأنا نفوق، بدأت العيلة تتلم غصب عنها، بقوا يتلموا في البيوت. وما زال في نوع من أنواع التمرد، في نوع من أنواع الحالة يمكن اللي بيحصل هنا في أمريكا، لأنه الإنسان والشخص اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية عنده نفس المواصفات ونفس الصفات ونفس، يمكن اللغة بتختلف، الشكل بيختلف بينه وبين اللي في الصين وبينه وبين اللي في أفريقيا واللي في أوروبا، هي في الآخر الناس واحد، ولكن بيشوف حالة من الغضب، حالة من التوتر، حالة من الصمت، حالة من الصمت اللي خايفين، بنحاول نطمن نفسنا. طب نعمل ايه؟ نتابع الاخبار ولا نقفل التلفزيون خالص ونشوف حاجة تانية تشغلنا عن هذا الموضوع؟ ولكن ممكن يكون ده غلط، المفروض اتابع عشان اعرف لو في اي شيء جديد. فالنوع العملية الحيرة اللي الناس كلها فيها دي لها اكيد حكمة ولها حاجات كتيرة هنتعلمها وهنعرفها اكتر يمكن بعد ما هذه المرحلة تعدي. ما سمعناش عن حاجة قبل كده، ولكن قرينا عنها في التاريخ، قرينا زمان الطاعون، وقرينا عن مش عارف الأمراض، وشوفنا الكوليرا والكلام ده، ولكن يمكن ما قريناش وما سمعناش عن حاجة أصابت العالم كله، العالم كله، مش منطقة معينة محصورة، لا ده العالم كله أصيب بهذا الموضوع. طبعا يعني احنا هنا مفيش أي حاجة نقدر نعملها إلا إن احنا نتبع التعليمات، نتبع اللي بيقولوا عليه الإرشادات، سواء الطبية أو الإرشادات اللي الإدارات المسؤولين هنا بيحاولوا إن هم يريحوا الناس، لأنه كل واحد ممكن يبقى مصاب، من رئيس الجمهورية لأي عامل بيشتغل، للدكتور في المستشفى، لمهندس، فخلاص الدنيا، العالم تقريبا قفل، العالم قفل. فإحنا عشان نرجع تاني لابد ان احنا اشياء كتيرة هتتغير، مش هنتكلم فيها دلوقتي لان وقتها مش دلوقتي، ولكن اللي انا عايز اقوله ان الدنيا دي كلها عبارة عن دايرة، سايكل،
والدايره دي لازم تلف. فده عباره عن يعني شيء بنقابله في دايرتنا في دايره الحياه، فهيجي وهيقعد سواء طال او قصر ولكن هيعدي. النهارده حلقتنا هامه جدا، فهيكون معانا ضيوف يعني هناخد منهم معلومات ان شاء الله تكون حاجات مطمئنه، هنعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ايضا هيكون ليا لقاء ومداخله تليفونيه مع شخصيه معروف عنه وكل الناس عارفه ان هو بيعمل في صمت، ما بيتكلمش كتير، ولا هو ولا الفريق اللي بيتعامل مع اللي بيشتغل معاه بيتكلموا، ولكن هم بيعملوا وانا شاهد على ذلك شخصيا، بيعملوا بجديه اكتر يمكن من الظروف العاديه بكثير، وهو معالي السفير الدكتور هشام النقيب قنصل عام مصر جمهوريه مصر العربيه في نيويورك. هيكون معانا مداخله تليفونيه، ويعني انا بشكر ربنا ان انا قدرت اقنعه ان هو يتكلم النهارده، ودي حاجه يعني شاعر ان انا عملت انجاز ان انا اقنعت السفير دكتور هشام النقيب انه يتحدث معنا ويقول لنا ايه اللي بيحصل في القنصليه المصريه. وبتمنى ان باقي القنصليات والسفارات العربيه المتواجده بامريكا ان هي يكون لنا معاهم لقاءات حتى على التليفون. كل الناس بتشتغل دلوقتي اونلاين، كل الناس قاعده في بيوتها وبتتكلم، فلنعمل ابديت للناس الجاليات العربيه، نعرف بالظبط ايه القنصليات بتعمل ايه الوضع، هل هم قافلين خالص، مغلقين خالص، ما فيش اي تعامل، هل في طوارئ، طريقه التواصل، كل الكلام ده كله هنعرفه من سفير هشام النقيب. ثم سيكون لنا لقاء مع يعني شخصيه برضو ايضا هامه جدا في المجتمع العربي الامريكي والامريكي العربي، فهو يمكن يومين قبل الرئيس ترامب ما يتحدث عن علاج ايجابي الى حد ما وبيستعمل وفي نتائج ايجابيه لمعالجه فيروس كورونا، عمل تويت على تويتر قبلها بيومين قال نفس الكلام اللي هو كان الرئيس قاله بعده بيومين، وبيبحث بعمق في هذا الموضوع وهذا وتخصصه. هيكون معانا الدكتور حسام امين وهيكلم معانا بكل صراحه عن موضوع كورونا واحنا فين وايه اللي حصل وهنعمل ايه في الوقت اللي احنا فيه والاوقات اللي جايه ممكن تكون ازاي مع الدكتور حسام امين. ثم سيكون لنا لقاء ايضا مع المحامي والسياسي والناشط في الجاليات العربيه والامريكيه، وهو زي ما بيقولوا هنا ايه يعني الليازون الوسيط ما بين الجاليات العربية والمسؤولين الأمريكان، وعلى دراية بما يحدث في أروقة عمدة نيويورك وجفرنر نيويورك والبيت الأبيض. يكون معنا الأستاذ محمد السواعيري وهيعلمنا على أشياء كثيرة يمكن هنسمعها لأول مرة. ثم يعني عشان نخفف حدة التوتر والقلق اللي احنا فيه ده كله، هيكون لنا لقاء مع إنسان هو فخر لكل عربي متواجد في أمريكا، وحصل على لأول مرة عربي يحصل على معرض لمدة أكثر من 10 شهور للفن التشكيلي في أحد معاقل الفن التشكيلي في نيويورك وعلى مستوى العالم، وهو سناج هاربر اللي منحوه 10 شهور ان يكون لهم معرض دائم، معرض فن تشكيلي، اقتنعوا بيه، شافوا موهبه، شافوا علم، شافوا فنان قصادهم. هيكون معانا الدكتور رضا عبد الرحمن ومعرض اي ام افري وان، وايه سبب موضوع معرض اي ام افري وان اللي هو يمكن افتتح من شهر، وهذا الشعار بينطبق على الوقت اللي احنا فيه ده. فهنقعد وهنتكلم معاه وهنشوف يعني الشيء الجميل اللي هو عمله والاحتفاء بيه سواء من جاليته سواء من الفنانين الامريكيين العالميين، ونتكلم مع الدكتور رضا عبد الرحمن. فخلينا نبدا اولى فقراتنا ومع الدكتور حسام امين، وفي انتظار مكالمه معالي السفير الدكتور هشام النقيب. ابقوا معنا واولى فقراتنا الدكتور حسام امين، ابقوا معنا مباشره كل يوم خميس
من أمريكا التاسعة مساء بتوقيت نيويورك، والإعلامي محمد الخشاب على قناة ARD أمريكا.